يا سادة، أهلا بكم من جديد، وعودة إلى أخبار مجلس الأمة، والذي ما زال منعقدا إلى الآن بسبب الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي. ينضم إلينا في هذه اللحظات الزميل نواف الشراكي. نواف، مساء الخير وقواك الله. أنت من الصبح موجود في مجلس الأمة منذ الافتتاح، إذن كيف تسير جلسة الاستجواب الآن، وما هي آخر المستجدات لديك؟ مساء الخير عبد العزيز، وشكرا جزيلا لك، وايضا ايضا مساء الخير لكل مشاهدي نشرة الاخبار في تلفزيون دولة الكويت. عبد العزيز، نحن مثل ما تفضلت مستمرون معكم في تغطية الجلسة الافتتاحية للدورة الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر بمجلس الأمة. جلسة اليوم بدأت اليوم بتشريف الحضور بحضور سمو صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه لافتتاح دورة الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، وأيضا كان هناك حضور لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رعاه الله، وبدأت الجلسة بالنطق السامي لسموه، والكل أجمع بأن كلمات النطق السامي لسمو أمير البلاد هي بمثابة خارطة طريق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. أبرز ما كان ما ذكره سمو الأمير في نطقه السامي هو على الإيمان بالديمقراطية نهجا وفكرا، كما أشار سموه إلى أن هناك ممارسات سلبية لا تخدم مصلحة الوطن، كما شدد على عدم إساءة استخدام الأدوات الدستورية وعدم التسارع والإصرار بشأن الاستجوابات في ظل الوضع الإقليمي الذي تشهده المنطقة. كما أشار سموه إلى أن حقوق النائب ليست حقوق مطلقة، وأنه لن يسمح بتحويل نعمة الديمقراطية إلى نقمة، كما بارك سموه إجراءات الحكومة بشأن مكافحة الفساد، وأشار إلى أهمية تعزيز مجلس التعاون الخليجي بما يحقق متطلعات أبنائه. هذا عبد العزيز بالنسبة للنطق السامي لسمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث. أما بالنسبة بعد ذلك كانت هناك كلمة للسلطة التشريعية وألقاها سعادة رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق علي الغانم، وبعد ذلك كان هناك الخطاب الأميري وكلمة السلطة التنفيذية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح. نعم. بعد ذلك كان هناك اجتماع لسمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه مع السادة النواب، وبعد ذلك غادر سموه حفظ الله ورعايته، وبعد ذلك استهل المجلس جدول أعماله، وكان البند الأول هو انتخابات مكتب المجلس من حيث أمين سر مجلس الأمة، وكان هناك تزكية للنائب عودة الرويعي بأن يكون أمينا لسر مجلس الأمة. بعد ذلك دخلنا إلى بند استجواب بند انتخاب مراقب مجلس الأمة ومراقب مجلس الأمة، نعم، وحصل عليه النائب نايف المرداس ب 37 صوتا مقابل 22 صوت للنائب ماجد المطيري. بعد ذلك انتقل المجلس إلى بند الاستجواب والمقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المهندس عادل الخرافي. هذا الاستجواب يتكون من ثلاثة محاور، كما يقول النائب بأن هناك محور يتعلق بالتعيينات والتنفيع، والمحور الثاني كما يراه من وجهة نظر النائب بأن هناك تجاوزات في الميزانية، أما المحور الثالث كما يقول النائب المستجوب بأن هناك محاولة إضعاف الرقابة البرلمانية. الاستجواب تكلم فيه النائب المستجوب وانتهى بعد ذلك خلال ساعة ونص، وبعد ذلك رفع رئيس مجلس الأمة الجلسة لأداء صلاة العصر. والآن نحن الآن في هذا الوقت عبد العزيز، معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المهندس عادل الخرافي يفند محاور الاستجواب، وإن شاء الله في
إذا نوافل أخرى إن شاء الله وهفي إذا نوافل الجلسة يعني نطلع لكم في رسالة أخرى راح نوافيكم بأهم ما يستجد من هذا الاستجواب. نعم ما زالت الجلسة مستمرة في استجواب المقدم من النائب رياض العدساني. يعني جدول أعمال مجلس الأمة ما زال مستمر حتى بعد الاستجواب، هناك أيضا جدول أعمال سوف يستمر وهو كما ينتظره البعض ربما رفع الحصانة عن النائبين. نعم عبد العزيز، بعد ما ينتهي بند الاستجواب سوف ينتقل المجلس الى بند مناقشه التقارير المدرجه على جدول الاعمال، ومن ابرز يعني هذه التقارير تقرير اللجنه التشريعيه والقانونيه فيما يتعلق في موضوع اسقاط عضويه النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، وبعد ذلك راح يكون هناك انتخابات اللجان البرلمانيه الدائمه. نواف ربما الانتخاب اللجان اجل الى يوم الخميس كما يعني سمعنا وعلمنا. نعم هذا كلمة المجلس، ولكن أيضا بعد انتهاء مجلس الجواب راح يناقش في موضوع التقارير، وبعد ذلك قد يحدد المجلس من خلال التصويت على هذا الموضوع. نعم الزميل نواف اشتراكي من مجلس الأمة، شكرا جزيلا لك.